الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذه حلقة جديدة من برنامج أسئلة النساء، وأسئلة النساء أسئلة مهمة لكي تتثقف المرأة المسلمة وتعلم ما هو مطلوب أن تعلمه من أمور دينها. ولكن قبل أن نبدأ في الإجابة على أسئلة هذه الحلقة، أود أولا أن أبدأ لقائي مع حضراتكم عن الحملة التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، بل وينبغي أن يتبناها كل مسلم في شتى بقاع الأرض، وهي حملة رحمة للعالمين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى له في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو بحق رحمة للعالمين، رحمة للإنسان، رحمة للحيوان، حتى رحمة للجمادات. صلى الله عليه وآله وسلم بين حين وآخر يخرج من يسيء إليه، لكن للأسف الشديد فإن من المسلمين من يسيء إلى نبيه قبل أن يسيء إليه غيره. ولو أساء أحد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا نسيء نحن إلى أنبياء الله عز وجل، حتى وإن ادعى قوم أنهم أتباع هذا النبي أو ذاك الرسول، فنحن أولى بكل نبي من قومه، نحن أولى بموسى من أتباع موسى، نحن أولى بعيسى من أتباع عيسى، نحن أولى بكل نبي من قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين بحق، كان يرحم أعداءه قبل أن يرحم أتباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شخصيته شخصية متكاملة، شخصية متفردة، لذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلنا في رسول الله كله، لأن شخصيته شخصية متوازنة متكاملة. صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحم العدو ويرحم الحيوان ويرحم الكبير ويرحم الصغير. صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي هو وأمي روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو، إذا مكنه الله عز وجل من عدوه كان يعفو. وفي هذا الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته فنام تحت شجرة، النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة وعلق السيف فيها، فإذا به يستيقظ على رجل جاء فاخترط السيف، يعني أخذ السيف الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ: من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل هدوء، بكل هدوء، قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وأنت من يمنعك مني؟ فما كان من الرجل إلا أن قال: كن خير آخذ، يعني خليك أنت أحسن مني. وبالتأكيد هو أحسن منه ومن الدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال له: لا، غير أني أعاهدك ألا أكون مع قوم يقاتلونك، أنا مش هدخل الإسلام. يبقى الإسلام مش بالسيف، مش بالعافية، أنا مش هدخل الإسلام،
لكن أعادك ألا أكون مع أحد يقاتلك. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركه، ولم يدخل الرجل الإسلام. فرجع الرجل إلى قومه وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم هذا الرجل مع أنه تمكن منه. وهو صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهؤلاء عادوه كثيرا، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بحق رحمة للعالمين. فينبغي أن نشارك في تلك الحملة ونكون عنوانا لديننا وممثلين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام والكريمات، نبدأ في هذه الأسئلة، أسئلة اليوم في تلك الحلقة. ونبدأ بالسؤال الأول: ما هي مواصفات الزي الشرعي؟ ما هي مواصفات الزي الشرعي للمرأة؟ الزي الشرعي للمرأة ينبغي أن يتوفر فيه أمور: أولا ألا يكون كاشفا، ثانيا ألا يكون واصفا، ثالثا ألا يكون لافتا للنظر، رابعا ألا يشبه زي غير المسلمات الذي يكون عنوانا لدينهم. يعني إذا ما يكونش كاشف، يعني لا يكشف أكثر من المسموح به شرعا. يعني احنا نقف عند مسألة الوجه والكفين ودي لها كلام لوحدها، خلينا بس في الجانب ده. يعني لا يكشف أكثر من الوجه والكفين، مع الخلاف في الوجه والكفين، لأن تغطية الوجه والكفين الخلاف فيه بين أهل العلم على قولين لا ثالث لهم، ما فيش قول ثالث. هذا تغطية الوجه والكفين هذا من الشرع، لكن درجته إيه؟ القولين، هل هذا واجب أو مستحب؟ فما فيش قول ثالث، وعلى ذلك المسألة فيها إجماع على المشروعية. هو واجب ولا مستحب تغطية الوجه والكفين؟ قلنا نركن دي دلوقتي. طيب ما يكونش كاشف ايه؟ ما يكونش كاشف اي حاجة تاني. قلنا الخلاف فين؟ في الوجه والكفين، هل يا ترى يتغطى ولا لا؟ لكن الشعر يتغطى ولا ما يتغطاش؟ يعني طبعا يتغطى، لابد ان يكون مغطى، بقية الجسد كله لابد ان يكون مغطى. يبقى لما يكونش الزي كاشف للمرأة. واعجب من اللي يقول لك احنا دلوقتي في القرن 21 ولسه بتتكلموا في المرأة تغطي شعرها ولا ما تغطيش. ولذلك يعني اذكر موقفا طريفا لاحد العلماء من سنين، كان في احد البرامج قبل ان تكثر الفضائيات، كانت الفضائيات قليلة، وكانت البرامج دي اللي كان يبقى فيها المشايخ كانت قليلة، فبيتكلم على مسألة تغطية الشعر. فواحدة اتصلت وقالت له: الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتدوروا على انكم تغطوا شعر المرأة، فلا تبو حضرتك مغطية شعرك ولا كاشفة شعرك؟ قالت له: كاشفة. قال لها: ما طلعتيش القمر ليه؟ ما طلعتيش القمر ليه؟ ايه دخل دي في طلوع القمر؟ هو طلوع القمر ماله مال تغطية الشعر ولا كشف الشعر؟ هذا امر اخر. يبقى ألا يكون كاشفا، ما يكشفش حاجة أكثر من الوجه والكفين على الخلاف الذي ذكرته لحضراتكم. يعني ألا يكون واصفا، يعني ممكن يكون مش كاشف لكن يوصف الجسم، يكون مجسم. يبقى فرق إيه؟ اللي بتمشي بقى بالبنطلون أو تمشي بثياب ممكن تكون طويلة لكن نقول محزقة قوي كده، فرقت إيه؟ ده قد تكون فاتنة للناظرين ليها أكثر من الكاشفة. يبقى ألا يكون كاشفا، ألا يكون واصفا ما يوصفش الجسم، ألا يكون لافتا للنظر ما يبقاش، يعني يبقى ممكن يبقى لابس حجاب وكل حاجة وماشية لكن الألوان بقى ألوان صارخة، ألوان يعني أصفر كده فسفوري،
احمر فوشيا، الحاجات دي كده، يبقى لافت للنظر، يبقى خلت الانظار تتجه اليها، يبقى الا يكون لافتا للنظر، الا يشبه زي غير المسلمات مما يتعلق مما يكون خاصا بدينهم، لان من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك الا يكون مثل او مشابها لزي الرجال، الا يكون مشابها لزي الرجال، يعني مثلا في زي معروف ان ده للرجال، يبقى لا تلبسه، لا تلبسه المرأة. الراجل بيلبس بدلة، المرأة ما تلبسش بدلة. دخل فيها نقطتين، مسألة تشبه بالرجال من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا بيكون واصف ويعني مفصل الجسد، حتى يمكن مسألة وصف الجسد دي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في منع هذا لما جاءته قباطي من مصر. كلمة قباطي كانت ثياب تصنع في مصر، وبالمناسبه كده بقى ان الثياب اللي كانت مصنوعه في مصر كانت بتسمى باسمها، الثياب جاءت من مصر، جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وزع على اصحابه، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قبطيه، قبطيه نسبه الى الايه؟ الى قبط مصر، القبط، القبط يعني ايه؟ كلمه قبط احنا حتى عارفين بالانجليزي، بالانجليزيه كده مصر ايجيبت، فهي هي القبط، القبط هم اهل مصر. وكلمة قبط وأقباط ملاش علاقة بمسألة الدين، لأن كلمة قبطي يعني مصري، قبطي يعني مصري، الدين دي مسألة تانية، التسمية مش مرتبطة بيها. ولذلك لما تقرأ حتى كده في التفاسير، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن موسى والرجل اللي كان من قوم فرعون، وربنا يقول فوكزه موسى فقضى عليه، يا دوبك كده بس زقوا، اللي سيدنا موسى كان قوي فراح جاي زقوا كلمة بيسلك بينه وبين الرجل اللي من بني اسرائيل، بيفض المشاجرة اللي بينهم، كانوا بيقولوا يا ابني روح انت وانا روح العب عند بيتكم ولا حاجة، بيسلكهم صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عليه السلام بيسلكهم، فوكزه موسى، سيدنا موسى قوي فقضى عليه. يجي يقول لك ايه؟ فوكزه، اي وكز القبطي، وكذا القبطي يعني ايه؟ وخذ المصري مقابل للرجل الذي كان من بني اسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى القبطيه لعبد الله بن عمر، فالنبي بيساله عنها بيقول له يعني ما اين القبطيه؟ قال كسوتها بعض اهلي، يعني حد من النساء، القبطيه كانت قماشه لينه بتوصف الجسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو هيلبسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطيها اكسوها بعض اهلك ومرها ان تلبس تحتها غلالة، ملابس داخلية يعني كده، فاني اخشى ان يصف عظامها. دي بمناسبة الكلام عن ان الزي ما يبقاش واصف جسد المرأة. السؤال الذي بعد ذلك سؤال مهم اوي، يعني البعض بيقول لي ساعات ياخد كده يقول لك صوت المرأة عورة، فالسؤال ايه؟ هل صوت المرأة عورة؟ وما هو الخضوع بالقول؟ هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة قد يكون عورة، أحيانا يكون عورة، لكن في أساسه ليس عورة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى صوت المرأة في الأصل ليس عورة، لأن ربنا قال في الآخر وقلن قولا معروف، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يبقى المرأة هتتكلم، لكن المنع عنه الخضوع في القول. الخضوع في القول اللي هو إيه بقى؟ اللي هو التكسر والميوعة في الكلام، يعني يبقى الكلام كده يبقى ناعم قوي، يعني يجذب الاسماع الى المراه، لكن الكلام العادي المراه تتكلم بصوت عادي هذا لا شيء فيه ابدا، ولكن الشرط وقلنا قولا معروفا. طيب نخلي حتى المراه يبقى صوتها الناعم والرقيق ده تخليه لزوجها، يبقى حتى يجذبه ويسحره ويأسره ويجعله يكون في دايما في البيت، لكن انها تخضع بالقول مع ده، مع اللي بتشتري منه، ومع سائق التاكسي، ومش عارف مع مين ومع مين، وتيجي في البيت وصوتها يتخن بقى،
وصوتها يعلى عليه. طب ليه؟ طب ما نخلي كل حاجه في مكانها. اذا خلاصه، صوت المراه في اساسه ليس عوره، انما يكون عوره عند الخضوع بالقول والميوعه في الكلام والتكسر في الكلام. السؤال التالي، ما هو حكم وسائل منع الحمل؟ وسائل منع الحمل حكمها تابع لحكم تأخير أو منع الحمل نفسه. هل منع الحمل في الأساس، لأن ده يترتب عليه هذا السؤال، هل منع الحمل جائز أو تأخير الحمل جائز؟ الأمر ليس على إطلاق، هو جائز إذا ارتبط بضرورة يقرها الشرع، ضرورة دينية أو دنيوية تتعلق بالدين. هنوضح الكلام ده بأمثلة، وده مهم جدا، لأن أنا ممكن أقول جائز وغير جائز. لا، الوسيلة إذا كان المنع أو التأخير نفسه جائز، هيبقى الوسيلة هنقول فيها كلام بسيط أوي، يبقى الوسيلة جائزة، ولكن أي الوسائل دي ترجع بقى لأهل الاختصاص، لأهل الطب في هذا، إيه المناسبة لهذه، ما المناسب لهذه المرأة وما هو غير مناسب لها. طيب طب منع الحمل يكون امتى، او تاخير الحمل عشان السؤال ينضبط، تاخيره سواء كانت المده يعني طويله او قصيره، شهور او سنين، اذا ارتبط بمصلحه او ضروره لابد منها. لكن هنخلص حاجه قبل دي، اذا ارتبط الامر اولا بالخوف من الرزق فهذا لا يجوز، عشان نبقى مخلصين دي خالص. إذا ارتبط بمسألة الرزق، أنا خايف هأكل منين وأشرب منين، الذي يطعمك ويسقيك هو الذي يطعمهم ويسقيهم. ما دام ربنا سبحانه وتعالى استدعى حد الوجود خلقه، يبقى كافل له رزقه، ما علينا إلا أن نأخذ بسبب رب الله يرزقهم وإياكم سبحانه وتعالى. طيب إيه بقى إيه الضرورة وإيه المصلحة الشرعية؟ لو واحد مثلا قاعد في اوضه واحده، لان يعني ربنا يوسع على الجميع، قاعد في اوضه يقول لك انا لو ولادي كتروا عوراتي هتكشف، يعني هيعمل ايه، هينام ازاي في الاوضه، هم يعني العيال كترت وهي اوضه واحده، والله لا هياخد راحته هو وزوجته مع بعض كزوجين ولا حاجه. واحد ممكن يقول لك ايه، طيب ما يحط الستاره جنب السرير، يحط الستاره، يقول له الستاره تمنع الرؤية ولكنها لا تمنع السمع، لا تمنع السمع. والأولاد بيوصلوا لسن معين كده ممكن يتلصصوا فيه، يعني يحاول يغتنم فرصة يرى ايه اللي بيحصل في المكان اللي جنبه، فالناس هيفضلوا مكتومين، لا في حد يعرف يتكلم ولا ياخد راحته في الحلال الذي شرعه الله عز وجل. دي من ناحية. من ناحية تانية، لو رأى هذا المنظر وتلصص ورأى هذا المنظر، مشكله كبيره في التربيه. فالحل ايه؟ لا، ممكن لو قال لي اخر الحمل الى ان يوسع الله، ودي مساله غير مساله الرزق، لان دي مساله واقعه بالنسبه له، حاصله بالنسبه له، فيعمل ايه؟ لو يقول لك اخر دلوقتي لحد ما ربنا يكرم ويكون عندنا سكن، لان كده مش هنعرف نربي الاولاد على الاخلاق الفاضله. هيتربى على الاخلاق الفاضله ازاي؟ حاجه تانية، ان ممكن يكون في بعض الستات، البعض وديت نسبه من الستات كده، يعني ما بتحمل ممكن تنام 18 ساعه. طيب لو هي خلفت ولدت وبعدين عاوزين ياخروا لحد ما المولود ده يتفطن بقى وترعاه شويه، لان لو نامت مش هتقدر ترعاه، واللي موجود ده مقدم على اللي في علم الغيب. طب هيأخر من اجل هذا؟ يأخر، مفيش مشكله ان شاء الله عز وجل في هذه الايه، في هذه الحاله. اما في مساله اذا كان بسبب الرزق والخوف من الرزق، فهذا لا يجوز باي حال من الاحوال. فاذا جاز تاخير الحمل، جازت الوسيله، والقول في الوسيله نفسها ده يبقى قول ايه؟ قول اهل الطب في هذه المساله، ما هو المناسب لتلك المراه وما هو غير المناسب. السؤال الذي بعد ذلك، ما هي حقوق الخاطب على مخطوبته؟ وما الفرق بين الخطبة والعقد؟
حقوق الخاطب على مخطوبته مفيش حاجة خالص. يعني ايه حقوق الخاطب على المخطوبة؟ يعني ايه؟ ملوش حق عليها، ولا هي له حق، ولا هي لها حق عليه. الحق الوحيد اللي يقول ان مفيش حد يخطبها تاني غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يأذن له الخاطب، حتى يأذن له الخاطب. الخاطب اللي يأذن يقول له: والله انت يعني كتير ديت انا اولى بيها، ديت بنت عمي بنت خالي، ماشي ما يعني، بس اذا اذن له ده، يعني ده لو اذن، يعني لو راح يستأذن له اذن له. لكن هو دي الحاجة الوحيدة، انه ما دامت اتخطبت يبقى لا يجوز لحد تاني انه يخطبها وهو يعلم انها مخطوبة. لكن لعل السؤال يعني، وده واضح جدا، انه يترتب عليها ايه. واحد خطب واحدة، قول له الخطبة ليست عقد. الخطبة معناها ايه؟ وعد بزواج، لكنها ليست زواج. ولذلك الفرق اللي بينها وبين العقد، ان فرق يعني فرق السماء من الارض، ده مجرد وعد بزواج. ممكن الوعد ما يتمش، يظهر لهم انه كويس مش كويس، يعني تجد ظروف فيقولوا لا مش هنكمل الموضوع ده. هم احرار في هذا الامر براحتهم. لكن العقد ملزم، العقد يترتب عليه حقوق، لكن الخطبه ما فيش عليها حقوق. ولذلك لا يجوز للخاطب ان يخلو بمخطوبته، ما يقعدوش في مكان لوحده. ولذلك بنصح دايما الخطاب لما حتى يروحوا يزوروا، رايحين يزوروا بقى، يزوروا الاسره على بعضها، مش يروح يفضل قاعد هو والمخطوبه لوحدهم. والناس بتتساهل في هذا الامر سهوله يعني غريبه، ومع ان هذا يعني يكون ضررا بالنسبه للفتاه. ممكن يفضل خاطب فتره وطالعين جايين مع بعض، وهذا غير جائز. وفي النهايه لو الخطبه اتفسخت والموضوع ما تمش، مين اللي بيتحمل الضرر الاكبر في هذا؟ بل يكاد يكون هو المتحمل الوحيد للضرر، هو الفتاه واسرتها. لكن مفيش حق، ليس له حق عليها ابدا، لا يصافحها، لا يلمسها، ولا يرى منها اكثر من الوجه والكفين، اذا حتى الوجه والكفين دي عندما يريد ان يخطبها في الاول. فاذا كانت منتقبه فبعد ان اطمئن اليها، وانه خلاص يعني اطمئن انه هيرضى، انه يرضى. نعم اتصال. طيب نكمل ان شاء الله بعد هذا الاتصال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للخطوات اللي كان معروفين قبل الزواج، قبل الاسلام يعني، ايه انا الكلام مش واضح، او سامع مش واصل له الكلام كويس. اتفضل بس عيد السؤال. السؤال ايه؟ بالنسبه للفحوصات الطبيه اللي بيعملوها دلوقتي قبل التوبسات؟ الفحوصات اللي للعراسين للعريس والعروسه، لان بيروحوا المركز الصحي يطمنوا على الاعضاء الانجاب والحاجات دي. بيعملوا كشف طبي. كشف الاعضاء. طيب الكشف الطبي بيشمل ايه؟ في حاجه معينه في الكشف الطبي حضرتك بتسال عنها؟ ايه حكمه؟ يعني مثلا النادي، هل لازم كل العروسين يروحوا على جوه مثلا امراه، هل ده في الشهر اللي يروحوا على جوه فعلا؟ الكشف الطبي ده عشان يطمنوا على الاعضاء الانجاب او لا؟ طيب حاضر حاضر، فهمت السؤال. نعم حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر. نجيب على سؤال اخونا المتصل اولا، ثم نكمل ما كنت اتكلم فيه في حقوق الخاطب على المخطوبه. مساله الكشف الطبي قبل الزواج، هو يعني قد يكون لازما لما يكون الـ الأسرة فيها أمراض وراثية لمعرفة هذا. لكن مسألة أن ينجب أو لا ينجب، هذا كلام يعني ليس منضبطا شرعا. ما فيش حد بيعرف إن ده هينجب ولا مش هينجب
الا في حالات ما يكون يعني في موانع تامه، لكن ممكن يكون هو صالح لان ينجب وهي صالحه لان تنجب وما يحصلش حمل خالص. وحدث يعني في ناس حصل لها الكلام ده كتير، انه يكون متزوج من امراه لا يحدث انجاب، ممكن يفترق يتطلق، هو يتجوز غيرها وهي تتجوز غيره، وهو يحمل وهي تحمل. الامر هذا في يد الله سبحانه وتعالى. ولكن انا يعني لا اميل الى مساله الكشف الشامل هذا الا على بعض الحاجات اللي كان يخاف عليها من الوراثة. وبعدين يعني ده المسائل دلوقتي بقت تبقى ورق بس، يعني الموضوع بقى على الورق، يعني الكشف الطبي وبيطمدوا، انت عارف يعني ايه الدفاتر في ايدينا والكلمتين اللي عارفينهم دولت والختم وخلاص وخلص الموضوع. فعمليا ما بيتمش الموضوع كله على الورق، لكن حكم المسألة نفسها يعني مسألة ممكن بتؤرق يعني بتؤرق الناس وبتخلي المقدم على الزواج كأنه يعني داخل على صفقة تجارية، يا ترى يكسب فيها ولا يخسر، وهل هو الزواج هو مسألة الإنجاب فقط، واحنا يعني بنتجوز بس علشان ننجب فقط، هذا أحد مقاصد الزواج ولكن ليس هو كل الزواج. ف يعني لا أميل إلى مسألة تحتم الكشف الطبي قبل الزواج، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك من نور الشيخ الله. الله يكرمك ربنا يحفظك. حضرتك بس بالنسبة للكشف الطبي، يعني شايف ان هو بيكون ضروري لان في امراض وراثية ما بتكشفش على بعد الزواج. فممكن بالكشف الطبي يبقى عندنا لو في استحالة مثلا لو زوج الزوجة في مش يعني بيرد بعد كده اطفال مشوهين او معاقين، ممكن تجرب الموضوع ده بالكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج. فهو الكشف الطبي قبل الزواج مهم للسبب ده. سؤالي لحضرتك يعني حضرتك كنت يعني الخطب وخطيبته زي جزء ان هم يقعدوا مع بعض، امال هم يعرفوا بعض ازاي؟ يعني ايه الوسيله اللي هم يعرفوا بعض ازاي؟ حاضر اكمل، انا ما كنتش لسه كملت المساله ديت. حاضر حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله. اما مساله الكشف الطبي اللي اخونا المتصل بيعلق عليها، فانا قلتها في خلال الكلام، لو كان في مسائل يعني في حاجه امراض وراثيه وما الى ذلك يبقى الامر يقتصر على كده، لكن الانجاب وعدم الانجاب هي دي المساله اللي يعني اللي ركنت، لانه يعني الكشف فيها يعني قد يكون مؤلما، لكن لما يكون في شبه في امراض وراثيه لا بأس، لكن ما فيش حاجه خالص يبقى لا داعي لا ضروره له. اما مساله حقوق الخطب على المخطوبه، وهنا بيسال يعني بيقول لما يعرفوا بعض ازاي، انا لسه كنت بقول قبل هذين الاتصالين ان اللي بيروح ما يهتمش انه يقعد معاها بس، انما يقعد ايه بقى؟ يقعد مع الاسره وهي موجوده. الخاطب والمخطوبه لما بيقعدوا يتكلموا مع بعض بس ويبقى هو همه ان يقعد معاها وهي همها انها تقعد معاها بس، الشخصيه كمان لا تتضح من الناحيه الواقعيه، شخصيه كل منهما لا تتضح للاخر. ليه؟ لان كل واحد بيتجمل قدام التاني، يقول احسن يعني يتصرف احسن تصرف عنده. وبعد الزواج يجد هو شخصيه ثانيه غير اللي عرفها فتره الخطبه، وهي تجد شخصيه ثانيه غير اللي عرفتها في فتره الخطبه، يفاجئ كل منهما بشخصيه الاخر. ليه؟ ما شافوش بعض على الطبيعه في التصرفات. ليه؟ لما نقول ان يقعد مع الاسره يبقى هي بتتصرف معاهم وهما بيتصرفوا معاها، بيتعرف على الشخصيه، وبعدين هو لابد انه بيسال وفي ان كانت له ام ولا له اخت ولا له قريبه بيتعاملوا معاها فبتبان تصرفاتها فيعرف شخصيتها، انما يقعد معاها مين احنا؟ وبعدين احنا بيحكمنا الشرع، الشرع قال انه يروح يقعد معاها عشان يتعرف على شخصيتها ولا بيسال عنها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها،
الفضفر بذات الدين التاني بس ده ما هو لازم يسأل عشان يعرف بينها. اما بيتكلم معاها اما بيتكلم معاها بس ما يبقاش قاعد بخلوة في خلوة معها. ما يتكلم معاها تكتشف شخصيتها الى حد ما، لكن لما يشوفها بتتعامل في اطار الاسرة هيبان بقى بتتنرفز، اخلاقها ضيقة ولا يعني بتتنرفز بسرعة يعني، ها روحها في مناخيرها ولا هادية كده، ويا ترى الشخصية دي تلائمه ولا ما تلائموش، بتعامل امها ازاي، بتعامل اخواتها ازاي، بتعامل ابوها ازاي، مرة على مرة هو مع الاسرة، وبعدين يعمل له ظهر في الاسرة، يبقى واخد انه بيتكلم مع الاسرة. لما يحدث مشاكل بعد الزواج يبقى له حد يرجع له في الاسرة، مش مقطع العلاقات معاهم خالص، ويهتم انه يجلس معها. وبعدين ايه اللي يخليه يقعد معها شرعا، يتكلم شرعا؟ هل شرعا اجاز له الشرع هذا؟ لا، لا يجوز له الشرع هذا. يبقى ملوش حق عليها، وملوش حق عليها، لا يعني لا يلمسها ولا يخلو بها ولا يخرجوا مع بعض يقول لك علشان نتعرف. طيب ولو الامر ما تمش قلنا مين اللي خسران؟ هي اللي خسرانه في خطبه وعد، وعد بزواج. في نقطه مهمه في هذا في هذه المساله عشان تبقى واضحه قوي. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن، ثلاث جدهن جد وازلهن جد، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث النكاح اللي هو الزواج يعني. ولفظه النكاح هي لفظه عربيه اصيله وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وتطلق على العقد وتطلق على ما يكون بين الزوجين من اللقاء لا يطلع عليه الا الله. طيب يقول لك انا ابوها وافق وانا موافق، يبقى ده ايه؟ يبقى ده زواج. ولا تعجبوا يعني الساده المشاهدين والمشاهدات ما يعجبوش من كده، وبعض البنات بيضحك عليها من بعض اللعبيين من الشباب بالكلام ده، بالكلام بيحط الحديث في غير موضعه. الكلام ده لما يكون بلفظ التزويج، لكن هي خطبه يقول له انا جاي طالب ايد بنتك، يقول له نكسيها ونوديها لحد البيت، كتر خيرك يا سيدي. طيب ها موافقين على الخطبه؟ موافقين. طيب مش عارف نجيب ايه ونعمل ايه واتفقنا؟ ماشي. اتفقنا على ايه؟ على خطبه ولا على عقد؟ العقود في الشرع الالفاظ فيها مقصوده، الالفاظ فيها مقصوده. يقول لك انت قلت ايه بالظبط؟ حتى في يعني حتى في مسائل الطلاق يعني لما بتاتي له انت قلت ايه، انت قلت ايه. إن في الزواج، الزواج برضه له صيغه، وصيغه مش محدده بالضبط، لكن صيغه تدل على انه ده بيطلب نتزوجها، وده بيقول له زوجتك بلفظ التزويج او ما يودي الى هذا، زوجتك وبقول قبلت. هل في الخطبه بيبقى فيه زوجتك وقبلت؟ لا، مفيش زوجتك وقبلت، احنا طالبين جايين نخطب ايد بنتكم، احنا موافقين يا سيدي ونوديها لك لحد البيت. ماشي تمام، ده وعد بزواج. بعض الشباب وده حدث وتاتينا اسئله في هذا، ان واحد قال لخطيبته مثلا بيقول لها هو مش ابويا وابوك اتفقوا والاتفاق ده ايه؟ الزواج ده لعبه؟ ده خلاص ده يبقى زواج؟ بقول له لا، هذا ليس زواجا، لان العقد ما تمش، العقد له الفاظ، في زواجتك وفي قبلت، انما الخطبه تم فيها كده فلا يترتب عليه اي حقوق. اما العقد فيترتب عليه حقوق، يترتب على العقد حقوق بين الزوج والزوج، لانه اصبحوا زوج وزوج، ولكن زوج ايه بقى؟ يعني بتعبيرنا زوج يعني ثلاث ارباع زوج او اكثر شويه، لكن مش زوجيه كامله ما دام لم يدخل، ما دام لم يدخل. الدخول مساله معتبره جدا في الشرع. ليه؟ لانه لو ما دخلش وحدث طلاق قبل الدخول، بعد العقد بقى حصل طلاق قبل الدخول، بيترتب عليه امرين مهمين جدا، ان يبقى لها نصف المهر، ان طلاق قبل الدخول. الحاجه الثانيه بيبقى ما عليهاش عده، يعني ممكن تطلق دلوقتي تتجوز المأذون اللي يطلقها يجوزها من الثاني، ممكن يعني، ولو ان دي مساله يعني هتبقى غريبه. المهم انه ما لهاش عده، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومسألة المؤخر أو مسألة المهر عامة، مش المؤخر، مسألة المهر عامة لها النصف إذا كان الطلاق قبل الإيه؟ قبل الدخول، لكن بعد الدخول لا، لا عليها عدة. ومسألة المهر يجب جميعه إلا إذا اتفقوا على غير، على غير هذا. العاقد، ولذلك نقول العاقد اللي كاتب كتابه يعني، اللي كاتب كتابه
ليه بقى انها تقعد قدامه وشعرها ماشي، تقعد بنص كم بكتر زي ما تقعد، لكن برضه لا يخلو بها. لا يخلو بها ليه؟ لان الخلوه بها، الخلوه التامه تعتبر دخول. قضى الخلفاء الاربعه ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العده. يعني بيعتبروا ايه؟ لو اتقفل عليهم باب يحصل ايه بعد قفله الباب ديت، ولا ارخاء الستاره في مكان يامنوا فيه ان حد يدخل عليهم، ده يعتبر ايه؟ يعتبر دخول شرعا. حصل ايه ما حصلش ايه؟ مش هي ديت القضيه، لانه يترتب عليها ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بالعده ان حدث ايه؟ ان حدث طلاق. اذا الفرق بين الخطبه والعقد ان الخطبه وعد بزواج، لكن العقد يعتبر العقد زواج، وان كان بينتظر بقى الحاجه الاخيره مساله الدخول، والدخول دي مساله معتبرة شرعا. اظن كده يعني ما نجيش بعد حكاية حقوق الخاطب على مخطوبات لحد يقعد يقول لي طيب له بقى انه يأمرها، ولو ما لهش عليها اي حق خالص، وعد بزواج فقط. السؤال الذي بعد ذلك، ما هي صفات المرأة الصالحة؟ يا سلام، والله سؤال طيب. المرأة الصالحة ذكر في أثر من المرأة الصالحة هي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. يا سلام، هي دي المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، يعني سرته بقى إيه؟ يعني تكون جميلة ومال، بس الجمال دي مسألة نسبية. المسألة إيه؟ نسبية، يعني مش لازم احط مقاييس معينه اقول لا، ممكن تكون بالنسبه لغيرها اقل جمالا، لكن بابتسامتها ومقابلتها لزوجها وحسن، يعني حسن التعامل معاه ديت، لما يبص لها يعني بيسر، يبقى مبسوط لانها مبتسمه في وجهه، مش مكشره اول ما يدخل من باب البيت. الحمد لله على السلامه يا اخوي، لا، دل على السلامه كده، وهو طبعا داخل بيسلم، وهي تقابله بابتسامه كده تمسح عنه عناء التعب او تعبي من العمل وما تعرض له خارج البيت، او مما يظن انه يكون تعرض له، هو تعبان بره، يجي يدخل يتلاقي ابتسامه حلوه كده، يتلاقيها متجمله له. والتجمل، تجمل المراه لزوجها تاخد عليه حسنات. ولذلك اقف عند ديت، الفت نظر المشاهدات الكريمات والفت نظر المسلمات الى ان التجمل المراه لزوجها بتاخد عليه حسنات، تاخد عليه حسنات. هذا من حسن تباعد المراه لزوجها، وبتمنعه من انه ينظر هنا او هنا. انتوا عارفين الشوارع غالبا عامله ازاي، اللي متجمله وهي ماشيه في الشارع وحاطه مكياج حاطه كذا. طيب انت في البيت ما تعملي الكلام ده، يبقى انت بتمنعيه من انه ينظر هنا او هنا، يبقى حتى كمان متشوق الى انه يروح عارف ان زوجته هتبقى متزينه له. طبعا مش عمال على بطال يعني، انما اصل بعض النساء تقول يعني انا فاضيه بقى كده، امال العيال وامال الطبيخ وامال الغسيل. لا يا ستي، ولا يهمك يعني المساله ديت، يعني مش عمال على بطال، لكن احرصي على انك تتزيني لو، احرصي على انك تبتسمي في وجهه لما يبقى جاي، عارفه هو جاي امتى، جاي ايوه قبليه كده بقى، يعني استقبليه استقبال طيب، مش تبقى دايما في ايديها تبقى طالعه من المطبخ كانت بتخرط بصل والسكينه في ايديها، يبقى ريحه بصل والسكينه في ايديها وطالعه من ابوها، ده حسن استقبال. ده استقبال ده يعني هو يجيب الاكياس معاه وهو جاي ولا ايه؟ يبقى حسن استقبال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث الصحيح يعني صحيح لغيره، يقول تبسمك في وجه اخيك لك صدقه. تبسمك في وجه زوجك، المراه الصالحه اذا نظر اليها سرته. وده مساله انها تسر ديت، يعني اما في الشكل واما في الاستعداد وفي الكلام وفي الابتسامه، اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، امرها اعملي كذا، يبقى تقول له حاضر. وديت مساله بقى ايه؟ عبوديه لله مش عبوديه للزوج. البعض يقول لك ليه؟ هو يامرني ليه؟ انا زيه واحنا زي بعض، بس وللرجال عليهن درجه. وانت لما تكوني طائعه لزوجك، انت بتاخدي حسنات على كده من الله مش من الزوج نفسه، حسنات من الله سبحانه وتعالى. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق
زوجها، واذا امرها اطاعته، واذا اقسم عليها برته. حلف بقى، مش امر عادي، حلف والله لا تعملي كذا، كل ده في اطار ان هذا الامر الذي امر به او اقسم عليه يعني يرضي الله عز وجل، او نقول لا يغضب الله. لكن لو امر بشيء غير معروف، يعني شيء سيء، شيء محرم، فلا طاعة له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا طاعة الا في المعروف. واذا اقسم عليها حلف بقى تعملي كذا، ابراته، يعني ايه؟ تنفذ حلفانه ما دام الامر ليس محرم. اذا نظر اليه سرته، واذا امرها اطاعته، واذا اقسم عليها ابرته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، ويعني يبقى غايب عنها، يبقى هي لا تبذر في ماله ولا تنفقه في غير الوجوه المشروعة، وفي نفس الوقت تحفظ نفسها من الوقوع في أي أمر محرم وهو غائب عنها. إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وده كمان يعني بالكنز، يعني خير ما يكنز المؤمن بعد تقوى الله عز وجل امرأة صالحة، وهي ديت المرأة الايه الصالحة، وهي نعمة الدنيا، وما دامت هي نعمة الدنيا وتعينها على طاعة الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى للزوجة التي تكون كذلك ان تكون هي وزوجها رفيقين وزوجين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. انا ادعو للمرأة التي يكون هذا حالها باذن الله عز وجل. بعد ذلك يعني السؤال يقول هل صحيح النساء ناقصات عقل ودين؟ النساء ناقصات عقل ودين، يعني حاجة عجيبة قوي حكاية ناقصات عقل ودين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء هذا، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذب اللب الرجل الحازمي منكن. لكن انا بقول عجيبة ان الناس تقعد تسأل وتستغرب الكلام ده، لو كلامنا احنا حد يرد فيه، لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسيء الى المرأة بالتأكيد بالتأكيد، وهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اللي كان بيقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، والامر يعني هو وصى، ويمكن من وصيته بالنساء حفظ عنه وصية، الوصية متكررة، يعني حتى في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، وقبل ان يموت بخمسة ايام صلى الله عليه وسلم يعني وصى بالنساء ايضا صلى الله عليه واله وسلم. طيب النساء ناقصات عقل، ناقصات عقل، هذا بيان لحال المراه، ومش ليس ذما فيها. والدين يعني بعض امور الدين، بعض امور الدين، مش ناقصات ايمان مثلا، مش ناقصات حاجه في العقيده، لا، ده ناقصات في بعض الامور، لانها لا تصلي لما تكون يعني عندها تكون حائض او نفساء، يبقى ده نقصان بعض امور الدين. طب نقصان العقل، نقصان العقل واللي طالع يقول لي ملهاش يعني ايه، ازاي تبقى نصف الشهاده من رجل؟ ليس دائما، يعني المراه احيانا بتقبل شهادتها، ليس في كل القضايا شهادتها بالنصف من شهاده الرجل. وطبعا لو كان يعني لو كان عندنا وقت كنت فصلت في المساله دي جيدا، ولعل في لقاء اخر ان شاء الله نبقى نفصل في مساله يعني ايه المراه على النصف من شهاده الرجل، هل ده مساله عامه في كل شيء ام في بعض الامور. طيب ناقصات العقل ده طبيعه المراه لانها عاطفيه اكثر، وده لان ده يناسب وظيفتها. ولو واحد عنده ابنه سمعوا تقيل ونظره ضعيف وراح المدرسه وراح رياض الاطفال، وبعدين راح قال للمدرسه بتاعته ان ابني نظره ضعيف وسمعه تقيل، فيقعد في الاول عشان يبقى شايف كويس وسامع كويس، هل ده يبقى ذم فيه ولا بيان لحاله لكي تعامله المدرسه على هذا النحو؟ تعامله كده لانها عارفه ظروفه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين للرجال وبيخاطب، طبعا خاطب النساء، وهذا بيان للرجال ان المراه ناقصة عقل لأنها عاطفية أكثر، وده يتلائم مع وظيفتها، هي اللي بتربي وهي اللي بتدلع في الأولاد وبتصبر على ما يكون منهم. فدي محتاجة إيه؟ الراجل فينا يعني لو الولد بيعيط بالليل أو البنت بتعيط بالليل وعوراه شغل الصبح،
يعمل ايه؟ يقول لا خدها وروح اوضه ثانيه وسيبيني انا انام. هي بقى لا يمكن حتى لو وراها ايه؟ لابد انها تتحمل، فتتحمل في التربيه اكثر لانها بتتعامل بعاطفتها اكثر من عقلها غالبا، وهذا هو الغالب في حال النساء. ولذلك انفعالها سريع، فلو زعلت من الراجل شويه تقول له ايه؟ تقول له ما رايت منك خيرا قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا انهن يكفرن، قالوا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا تكرهه قالت ما رايت منك خيرا قط. يعني نقول بالبلدي كده بتقول له يعني ما شفتش معاك يوم يسر خاطري. يعني ما رايت منك خيرا قط. ولو سبتها شويه هتيجي تقول لك لا انا غلطان، لانها انفعاليه. وليه بناخد انفعالها في الجانب اللي بنعتبره سيء طوالي، انها تقول لك انا ما شفتش معاك يوم كويس ابدا. ليه ما ناخدهاش للناحيه الثانيه برضه في مساله العاطفه، ان الرجل يبقى قد يكون اساء لامراته، اساء اليها ومغلبها وتعبها وقال لها كلام سيء، اول ما يقول لها كلام كويس خلاص بتنسى الكلام السيء خالص. ليه؟ لان عاطفتها تغلب عقلها. وما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا تكرهه قالت ما رايت منك خيرا قط. الكلام ده بيحصل في الحياه، يعني لدرجه المعتمد بن عباد امير المؤمنين في الاندلس او خليفه المسلمين في الاندلس كان عنده جاريه اعتقها وتزوجها، بدل ما تبقى عنده بملك اليمين تزوجها واصبحت زوجها، اصبحت سيده الاندلس الاولى. في يوم من الايام، طبعا ده تكريم اللي عمله ده، في يوم من الايام بتنظر من شرفه القصر كده يعني من البلكونه من فوق، وجدت الفلاحات ماشيات حافيات في الطين، طبعا لا كان في البلهارسيا ولا غيره لسه ما كانش طلعت، يعني هذا البلاء ما كانش طلع. فكانت ماشيات حافيات، اشتقت ان تمشي حافيه في الطين. مرات الخليفه تمشي حافيه في الطين؟ يعني تمشي ازاي كده؟ عمل ايه؟ جاء بمسك كثير والمسك لونه اسود، وامر عماله او الخدم عنده ان يعجنوها في طرق حديقه القصر. عجنوها، فطبعا شكلها من بعيد طين لكن في الحقيقه هي ايه؟ مسك. فده يعني ايه؟ مسك مطين او طين ممسك. فجاءت تمشي حافيه بين جواريها اللي هي كانت واحده منهم قبل كده ولكن اصبحت زوجه الخليفه. تخيل واحد بيعمل مع زوجته هذا الامر، يعني يمنع عنها حاجه؟ ده يعني ده لو طلبت لبن العصفور هيجيبه. ومع ذلك في يوم من الايام رات منه شيئا كرهته، نسيت كل حاجه، عاطفتها غلبت عليها، قالت له ونسيت كل، نسيت الجمال دي كلها، وقالت له ايه؟ ما رايت منك خيرا قط. فقال لها ولا يوم الطين، اللي هو اليوم بتاع المسك ده، ولا يوم الطين. نكست راسها، اتكسفت كده وميلت بدماغها ليه؟ اتكسفت على انه عمل معاها امور طيبه هي نسيتها في ظل الانفعال. المرأة بتحتاج العاطفة أكثر من العقل، لأنها تقوم على تنشئة الصغار وتقوم على عمل البيت من كنس وطبخ وغسيل وكل الأمور دي بتحتاج جهد، لكن لأنها تعملها بحب وتعملها بعاطفة جياشة، فده يجعل عاطفتها تغلب على عقلها في غالب الأمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يعني يطير له برج من دماغه ولا برجين من دماغه، يعني ده الرجل مين؟ الحازم، الرجل التمام. أمال الرجل بقى اللي يعني لين قوي أو لين شوية في طبيعته كده اللي مش حازم ده يعملوا معاه إيه؟ بالتأكيد يطيروا كل الأبراج اللي في إيه؟ اللي في دماغه. ولذلك الراجل لازم يكون يعني بيقول جنابه واسعه شويه كده ويتحمل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال بمثل هذا الكلام ليه؟ يقول لك ما تعاملش زوجتك معامله الند للند، قدر فيها نقطه الايه؟ العاطفه اللي بتغلب العقل دي، قدر فيها هذا. فلو قالت لك كلمه، في كلمه تعديها وانت في منتهى الرجوله، ما تقولش ده بتزعقلي، ممكن تزعقلك يعني ايه المشكله يعني؟ احسن منك يا اخي ومني وتزعق لهم، ايه المشكله؟ بس زعيق عن زعيق يفرق. هي لما انفعلت عدي الامر وانت بكامل رجولتك، وما تحطش بقى العقده في المنشار وتقول
ازاي تزعق لي ده انا الناس كلها بتحترمني؟ يا سيدي الناس بتحترمك وهي بتحترمك كذلك، لكن هي بتعاملك كزوج ولا حق عليك، ومن حقها عليك انك تتحملها، ومن حقي عليك ايتها الزوجة انك تذكري له الخير، وان كانت العاطفة عندك زي شفاء يعني برضو احيانا ايه العقل يعود اليك كثيرا، لكن هي مسألة الانفعال غالبا بيكون انفعال وقتي. واياك ايتها المرأة ان تظني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقص منك ابدا ابدا، وتلك الدعوات التي تقول ان الاسلام انتقص من حق المرأة، فالاسلام هو الذي كرم المرأة ومنع وعدها. والمرأة احنا حاصرينها دايما في ان هي زوجة بس، لا، المرأة دي ام واخت وجدة وزوجة وبنت وخالة وعمة. ليه احنا موقفين الرجل والمرأة قبل بعض والزوج والزوجة قبل بعض؟ هو دي هي ديك المرأة فقط، ام ان المرأة هي كل من ذكرنا؟ والام لها تقديرها، والبنت لها ان ترحم، والخالة لها تقديرها، والجدة كذلك. فالمرأة كرمها الله عز وجل وكرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيما ذكر يعني في هذا الحديث انتقاص للمرأة أبدا. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، لا ننسى ما تكلمنا عنه في أول الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، ولعل بعض الحاجات اللي اتكلمنا عليها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لما بيدينا يعني أحكام ويعلمنا أحكام في ديننا، تجد أنها أحكام تسعد الجميع، ما بتغلبش جانب على جانب، لا بتأتي في صف الرجل ولا في صف المرأة، لكن تأتي في صف الاثنين، لأن الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين مسؤولين عن تربية جيل، والاثنين مسؤولين عن خدمة أمة، والاثنين مسؤولين أمام الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. فشوف التوازن، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الرجل راعي والمرأة راعية، الاثنين بيكملوا بعض، فلا خصومة بين الرجل والمرأة الا تلك الخصومة المفتعلة من ادعياء المساواة المطلقة ومن ادعياء مناصرة المرأة. في سؤال بعد ذلك: هل الولي شرط في صحة الزواج؟ هل الولي شرط في صحة الزواج؟ الذي عليه الجمهور وهو الراجح وهو الصحيح أن ولي المرأة في عقد الزواج شرط من شروط صحة الزواج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه بعض أصحاب السنن، يقول: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. حديث سيدنا أبو هريرة بيرويه وحتى علق بعده وقال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. سيدنا أبو هريرة بعد الحديث يقول إيه؟ يقول: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فلذلك لابد من الولي لأنه مسؤول عنها، وكذلك هي مسؤولة معه عن هذا الإيه؟ عن هذا الاختيار. لابد ان يكون فيه ولي، سواء كانت بكرا ام ثيبا على الصحيح، لان ربنا سبحانه وتعالى لما قال: واذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف. نزلت في امرأة ثيب يعني سبق لها الزواج قبل ذلك، في حديث معقل بن يسار وهو في صحيح مسلم انه كان له اخت، فجاء الخطاب ليخطبوها فمنعها يعني ما رضيش يجوزها له، قال واحد من اولاد عمومته وكان واضح كده انه كان يعني قليل عنهم اجتماعيا، الماده عنده مش زي اللي جوه متقدمه، لكن هو اكرمه وطبعا بعد موافقتها زوجها له. قعدت معاه فتره
وبعد فتره حصل بينهم شيء، طلقها طلقه رجعيه، لو انه رجعها فتره العده ما حصلش مراجعه، انتهت فتره العده خلاص اصبحت بقينا منه وبينونه صغرى. يعني ايه اذا اراد ان يعيدها؟ طيب معنى هذا الاتصال ثم نكمل هذا الحديث. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ حضرتك بيطلع على الرغم من عدم العلاقات المصادر الورا. طيب اجيبك حاضر اجيبك حاضر. العصمه في العصمه حق اصيل للرجل، اذا تنازل عنه الرجل فقد تنازل عن شيء من رجولته. يعني البعض لما تكلم فيه قال ان هو يعني بيتنازل عن هذا الحق، ومن حق ان يتنازل عن حقه، ولكني لست مع هذا القول ابدا. الذي يقول ان يعطي المرأة هذا الحق، طبعا وان كان الكلام ده ممكن يشترط في الورق، الا اني اتكلم هنا شرعا، هل وما ادين الله به ان هذه العصمة اذا اشترط انها تكون في يد المرأة فهذا شرط فاسد، يصح العقد ويبطل الشرط. الزواج هيكون صحيح ولكن هذا الشرط شرط فاسد يكون باطلا. يبقى اذا الزواج هيكون صحيح لكن الشرط ده لا يعمل به. حتى كمان يعني الشائع بالناس يقول لك انها تطلقه، لا هي ما بتطلقش الرجل، يعني حتى على من يقول بهذا ما بتطلقوش، انما بتقول له حتى في الصيغه تقول له طلقت نفسي منك. وبعض الناس لما بيكون وقع في المطب ده بيبقى عنده يعني حيله ظريفه كده ان يديها فتطلقه، تقول له طلقت نفسي منك فيطلقها، فيبقى له الحق انه يراجعها بقى والعصمه تبقى في ايده تاني. انا بكلم من ناحيه دي من ناحيه الواقع، لكن في الحقيقه ان العصمه جعلها الله تبارك وتعالى في يد الرجل وليس من حقي ان يتنازل عنها. فاذا حدث فهذا شرط فاسد يصح العقد والشرط لا يعمل به. نعود الى حديث معقل بن يسار لما زوج اخته، ابن يسار رضي الله عنه لما زوج اخته من واحد من ابناء عمومته وطلقها، وقعدت يعني بعد ما طلقها وانتهت فتره العده، يبقى لابد لو اراد انه يراجعها تاني خلاص ما فيش حاجه اسمها مراجعه، ده بيتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين، فيبقى من حقه انه يروح بقى لازم يروح يكلم وليها ويخطبها بقى من تاني. فجاء الخطاب ليخطبوها، راح يخطبها هو كمان، فهو قال له يعني انا زوجتها لك وافرشتك واكرمتك، لو بعد ان منعتها من الخطاب، ده بيتكلم على الحاله الاولى في اول مره، ثم مكثت معك ما شاء الله لا ان تمكث، ثم حدث بينكما شيء فطلقتها طلقه الرجعيه، ثم لم تراجعها حتى اذا جاء الخطاب يخطبونها، جئت تخطبها والله لا انكحها اياك ابدا، مش هرجعها لك خالص، وهي الزوجة كانت عايزة ترجع لزوجها. فربنا سبحانه وتعالى انزل الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، يعني فترة العدة انتهت، فلا تعضلوهن. العضل معناها انه يمنعها انها تتزوج وتتزوج بكفء لها، واذا كانت متزوجة يبقى كفء لها. فالاية ما نزلت جابوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاب معقل بن يسار وقرأ عليه الآية، قال له الآن أفعل يا رسول الله. ومعقل بن يسار هو وليها، كان أخوه وليها، فهذا يدل على أن الولاية شرط في صحة عقد الزواج سواء كانت بكرا أم ثيبا، على تفصيل في هذا. مر بنا الوقت أيها المشاهدون الكرام وأيها المشاهدات الكريمات، مر بنا الوقت سريعا، وننتهي من لقاء اليوم وإلى حلقة قادمة في برنامج أسئلة النساء، نلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.